مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات القمة الإفريقية الروسية ونشاطات الرئيس على هامش الفعاليات يطلعنا عليها منفذ التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية. نعم، انتهت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الإفريقي، ذلك المنتدى الذي تم افتتاحه بكلمات لرئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وأيضا كلمة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وإن كان ما يهيمن على هذه الجلسة الافتتاحية كان ملف الأمن الغذائي، دعونا نتحدث عن مزيد من التحليل والمتابعة للخبراء من خلال ضيفي الكريم الأستاذ رامي القليوبي أستاذ زائر في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو. أهلا بك أستاذ رامي. أهلا بك. أهلا بك أستاذ رامي. يعني بأعين الاقتصاديين كيف تابعت انطلاق النسخة الثانية من المنتدى الروسي الإفريقي؟ إذا نظرنا إلى العلاقات الثنائية بين روسيا وأفريقيا، فكان لافتا أن الرئيس فلاديمير بوتين سعى للتأكيد أن روسيا ستساهم في الأمن الغذائي للدول الأفريقية وكذلك الأمن الطاقي، وبذلك تسوق روسيا فكرة أنها بديل للغرب في مسألة أنها لا تريد فقط جني عوائد استثمار الموارد الطبيعية للقارة الأفريقية، وإنما أيضا للتنمية في أو المساهمة في التنمية المستديمة في القارة. أستاذ رامي، يعني كان هناك إشادة من الرئيس فلاديمير بوتين بنموذج الشراكة المصرية، ذلك النموذج الرائد، وهنا تحدث الرئيس بوتين تحديدا عن المنطقة الصناعية اللوجستية التي تنفذ في منطقة قناة السويس تحديدا اللوجستية، وضرب أيضا مثلا آخر بنموذج رائد في ملف الطاقة ومحطة الضبعة النووية. كيف يمكن أن يكون هذه الشراكة هي شراكة فاعلة ونموذج يحتذى به في القارة الإفريقية ويسفر عن مزيد من التعاون تجاه دول القارة الإفريقية وروسيا الاتحادية؟ لا شك أن مشروع محطة الضبع هو المشروع الرائد وواجهة العلاقات الروسية المصرية، حيث أن مصر التي يفوق عدد سكانها 100 مليون نسمة هي تحتاج إلى حل جذري لقضية الطاقة الكهربائية، والمحطة النووية هي ستحل مشكلة الكهرباء لعقود طويلة، ناهيك عن القاعدة العلمية والتكنولوجية التي ترافق بناء المحطة وستدخل بمصر في عصر اقتصاد المعرفة. أما بخصوص المنطقة الصناعية الروسية فهذا مشروع طال انتظاره وتم الاتفاق عليه في عام 2007، وهو سيتيح لروسيا الدخول إلى الأسواق الإفريقية عبر اتفاقيات مناطق التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول الإفريقية، سيتيح لمصر من جانب آخر خلق فرص عمل لمواكبة الزيادة السكانية. ما الذي يتوقعه الاقتصاديون تحديدا في روسيا أو في أفريقيا ككل لنتائج قد تخرج من هذا المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الإنساني وتكون في بمثابة يعني إنهاء للأزمة المتواجدة حاليا أو الأزمات التي لطالما يعني أرقت شعوب المنطقة ككل؟ النتائج الرئيسية المرتقبة هي طبعا زيادة الأمن الغذائي للدول الأفريقية والعربية، وطبعا البحث فرص توسع الشركات الروسية في القارة الأفريقية، وأيضا سيجري وقد جرى مناقشة الملف الأوكراني، لأن الدول الأفريقية هي من الأكثر المناطق تضررا من الأزمة الروسية الأوكرانية لأنها أسفرت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأغلب الدول الأفريقية مصنفة كفقيرة، وكلما ازدادت الدولة فقرة فازدادت حصة الغذاء في نفقات الأسرة. أستاذ رامي القليوبي أستاذ زائر في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نتحدث عن قمة، هذه القمة لطالما انتظرها الدول الإفريقية تحديدا، خاصة بعد انطلاق قمة سوتشي التي انطلقت في 2019 وكانت بمثابة تحديات كثيرة تطرح على طاولة النقاش فيها، واستطاع القادة في ذلك الوقت على
حل هذه النقاش برئاسة الاتحاد الإفريقي الذي كان يترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسكو. هذه القمة يعول عليها الكثيرين من الدول الإفريقية لإنهاء ملفات كملف الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفها من يعني خلل في الأمن الغذائي وتوريد الحبوب، وأيضا ملف الرعاية الصحية. بالتأكيد جلسات الغد سوف يكون فيها الكثير من المحاور الأخرى الهامة التي سنتابعها معكم. عودة إليكم مرة أخرى.